لكن هرجع خطوه لورا. بنقدم هنا في المحترف بقالنا فترات طويله جدا، بعض اللعيبه الشباب اللي حقيقة بيلعبوا في اوروبا الحقيقه عدد كبير جدا من اللعيبه. والنهارده كمان كان في خبر انتقال عمر خضري طبعا لاعب زد لاستون فيلا. شايف ده ازاي وشايف ده اهميته ايه؟ ان ولاد هو لسه كمان ما تمش 18 سنه، ولكن راح فتره معاشه كويسه والناس اهتموا بيه بشكل كويس ونال اعجابهم، وبالتالي هيكون متواجد يعني مع استون فيلا في الفتره اللي جايه. مظبوط، وحضرتك تستحق حقيقي الشكر على ملف المحترفين. انا فاكر ان احنا اتناقشنا من فتره طويله برضو في هذا الملف، اتكلمنا ازاي يكون عندنا داتا جاهزه خاصه باللاعبين المصريين المحترفين، وبدا فعلا يتم النظر لعدد كبير من اللاعبين في اوروبا، فده يحسب لحضرتك جدا، يحسب للبرنامج. وجود لاعب زي عمر خضره او لاعبين شباب مصريين في اوروبا هو في النهايه مكسب كبير للكره المصريه، مكسب كبير حتى للانديه المصريه، مكسب كبير جدا للكره بشكل عام. فبالتالي خروج لاعب زي عمر خضر في سن زي ده حتى لو طبيعي جدا ممكن ما يلعبش مع استون فيلا شباب او فريق اول او فريق رديف، بس ممكن ينتقل من استون فيلا لفريق تاني ياخد الاستعداد يجهز يبقى جاهز بشكل كويس، ده في النهايه بيعود بالنفع عليك انت ككره مصريه كمنتخب مصر. مفيش شك طبعا. فبالتالي انت بيكتسب خبرات كمان اللعيب في السن ده. بيكتسب خبرات، وانا بشجع لعيبه المصريين الشباب اللي عندهم فرص احتراف حتى في انديه صغيره في اوروبا ان هم يخرجوا، يعني يجربوا ده ويخرجوا، الانديه كمان تسهل على خلي بالك دلوقتي كمان يا محمد يحرفوا. تبص للانديه الكبيره بحجم مثلا نيوكاسل عمل صفقه مع لاعب من اعتقد من ناميبيا من الدوري النرويجي. فهو بياخد لعيب مميز ويبدا هيعمل له اعاره مثلا في اندهوفين، لكن هو ملك النادي، وبالتالي النظره على الولد عنده 18 و19 سنه على مستوى السوق الاوروبي اتغيرت تماما طبعا. تماما يعني ما بقاش بقى الولد ده لسه 18 سنه ل 19 سنه. قبل الهوا ما فيش 10 دقائق تشيلسي تعاقد مع برونو لافيا لاعب ساوثهامبتون اللي كان هدف ليفربول باكثر من 50 مليون استرليني، وده لاعب عنده 19 سنه. فبالتالي انت لما بتدي فرص كبيره لعدد كبير من اللاعبين المصريين يخرجوا في سن صغير هو بينضج بدري. اللاعب عندنا بيوصل 23 سنه ومفتقد فاقد كتير جدا من اساسيات كره القدم، فبالتالي انت بتحبس اللعيبه عندك، بعد شويه الدوريات بتاعت السن ده تتلغي، اللعيبه دي ما بتلاقيش فرص ثانيه تلعب فيها، فاللعيب مستواه اما بيضيع وبيتاثر وما بيظهرش مره ثانيه. فبالتالي انت كمان ما بتستفيدش ماديا، انت ليك حق رعايه ممكن تستفيد منه، انت ليك ان انت ممكن تبيع اللاعب ده بعد شويه لنادي تاني تستفيد منه، فانت حتى لو اللاعب ده مش هينضم الفريق الاول فتقدر تستثمر فيه وهتستفيد. يعني بين كل 10 لاعبين لو طلع لاعب واحد بس بيلعب في الدوري الاوروبي ده، بيلعب في سويسرا او في المانيا او في غيره، انت في النهايه مستفيد، منتخب مصر مستفيد. وكمان لازم شويه يبقى واضح اللاعب يحترف من سن كام سنه، ايه اللي محتاجينه، ايه وخلي بالك على مستوى افريقيا الناس كلها يعني